مروان مهران على القاهرة 24 معاكي النهاردة مهرجان شرم الشيخ. طبعا يعني عائلة فنية يعني يمكن مرة استاذ ممدوح الأطرش استاذ فريد الأطرش، فعاوزاك تكلميني بقى عن الأسرة والعيلة. فخورة جدا اني بنتمي لعائلة الأطرش، هذا شرف كتير كبير إلي ومسؤولية كتير كبيرة على عاتقي. كلميني برضو عن وجودك في مهرجان شرم الشيخ، شفناكي بتقدمي الحفله وبرضو عضو لجنه التحكيم، فده حاجه حلوه قوي. كلميني بقى. الحقيقه لا، انا كنت عضو لجنه التحكيم بالرياض مش هون، انا هون فقط عم اقدم حفل الافتتاح والختام. سعيده جدا وإلي الشرف كتير اني اقدم حفل الافتتاح والختام للدوره التاسعه. هذا المهرجان هو مهرجاني وانا بنتمي له لانه بداياتي كانت منه. مجتهده وده اللي احنا شفناه منك. بتشوفي ان العائله الفنيه كان لها دور ان انت تحبي مجال الفن اكتر ولا يمكن مش حبه؟ يمكن بالجينات مش بايدي. حبيبتي شكرا كتير لكم. استاذ ممدوح منورنا على القاهره 24، برحب بيك ونبارك ليك على تكريمك، يعني تكريم لمسيره عظيمه كبيره، تكريم يستحق يعني. وحضرتك ذكرت في التكريم ان مصر كان لها دور في الفن مع حضرتك، فكلمني بقى عن وجودك في مصر والتكريم. انا قلتها يعني من بدايات حياتي الفنيه انطلقت من مصر، هذه الارض العظيمه اللي فتحت ابوابها على مصراعيها لاستقبال الفنانين العرب وإعطاء الطاقات العربية فرصها، كان أولهم ممدوح الأطرش وآخرهم من سلسلة ممتدة حتى هذه اللحظة. وأنا برأيي مصر أم الدنيا، والفن في مصر هو أم الفن العربي بشكل عام. هذا العطاء الجميل اللي احنا بنستمده، الطاقة الحلوة اللي بنستمدها كفنانين من هذا الموروث التاريخي الفني اللي موجود على الأرض المصرية، هو ده اعتزازنا نحن كلنا كعرب مش بس كسوريين. يعني لو ذكرنا فن الزمن الجميل هنلاقي لحضرتك ليكي ذكريات برضو مع استاذ فريد الأطرش، تكلمني بقى عن كواليس بنت ذكرياتك بقى لو هنسترجعها مع حضرتك. يعني هو مش بس فريد الله يرحمه، هو جيل العمالقة كلهم، فريد وعبد الحليم الله يرحمهم الله، وزميل دراستي رفيقي احمد زكي اللي راح متربينا عليه واللي فقدوا الفن العربي الحقيقه كما فقد العمالقه دول، وكثار من الزملاء المصريين منهم من هو عايش الان ومنهم من رحمه الله. احمد زكي زميل دراستي، 5 سنوات انا وياه في مقعد واحد في المعهد. يعني يمكن الفنان احمد زكي يمكن اليومين دول يعني صوت بتشتكي ان هو بعض المقتنيات بتاعه اتباعت في الشقه كلها، فده كان خبر مؤلم للصحافه المصريه، فكلمني عنه. انا عارف بس احمد زكي هذا الفنان الشاب اللي عرفته في بداياته وهو ما زال في اول سنه له في معهد العام للفنون المسرحيه، شاب مكافح وطموح. وانا قلت له من اول يوم شفته قلت له يا احمد انت حتبقى نجم، نجم كبير، وفعلا هو حصل وحقق النجوميه بمجهوده بتعبه بدأبه بموهبته ملكيته الفنيه الداخليه، شانه شان الكثيرين. يعني انا دفعتي عفاف شعيب، احمد ماهر، الفن مصطفى متولي رحمه الله، كلهم دول دفعتي انا. يعني هذول الشباب او هذول الجيل اللي عمل خطوه في الفن المصري في الدراما المصريه بشكل عام، هذول اللي بنجال اعتزازي انا النفسي لذكرياتي معاهم ولكل المشاريع اللي كنا نعملها سوا والمخططات اللي كنا نحكي فيها سوا مع بعض. خليني برضو استرجع مع حضرتك التوليد بينك وبين استاذ فريد الأطرش، يعني يمكن الجمهور مشتاق ان هو يسمع حاجه عنه، فلو تكلمي عن اخر مكالمه بينك واخر حديث عن الفن عامه، كان نفسي حقيقه الفن لسه. يعني هو الله يرحم فريد ابن عمي، انا عاصرته بالفترات الاخيره من حياته، عشت فتره بسيطه انا وياه هنا في القاهره كان موجود. وفريد الكريم النفس المعطاء، فريد بطيبته، يعني هو انا بسميه الطفل الكبير. يعني فريد يملك قلب طفل بكل براءته بكل طهره بكل عظمته بكل الحب اللي كان يملكه في اعماق قلبه، حتى قلبه ما استحملش هاي الطاقه من الحب والعطاء والكرم اللي بيملكهم فريد. فرحمه الله، يعني انسان خسرته الموسيقى العربيه، خسره موسيقار عظيم، مدرسه فنيه بذاتها. يعني فهو خسارة مش بس لي ولا خسارة لكل محبين وعشاق فريد الأطرش في الوطن العربي كله. خلينا بقى عن أعمالك الفترة الجاية في مصر، عرفنا إن هيكون في عمل مسرحي، يعني خلينا نحن بهذا اللي يجي بوقته، هو لك مشاريع ومشروع مهم جدا حيكون إن شاء الله بدايته هنا في مصر، وخلينا نتكلم عنه بوقته بدون تسمياته حاليا. شكرا لذوقك نورتنا. شكرا عينك.